الدنيا مقلوبة على الراجل اللي انت خربقته في الشارع. الظاهر طلع حاجة مهمة. وكيل وزارة، وكيل نيابة. أنا مش عارف بيعملوا معايا كده ليه؟ هو يلاقوا حد محل ثقة غيري يعني؟ طب أفهم. أفهمها. بخلص على مين؟ وليه؟ وإيه المصلحة؟ وبعدين أنت مجنون يابا. ما كنت ترقاد له دير سلم اسانسير. انت مش كنت قلت لي عن زبون عشان اخلص عليه؟ قول لي حكايته ايه واخلص عليه امتى. انت عجبتك اللعب؟ كله من اللي علي. ماشي بس يا وش يا وش، انما رزع رزع الصوت هيعلى والريحه هتتشم، وانت لو اتقفشت يا حلو مش هتلحق تزعل ولا تفرق معايا. عارف يا انسي، لما قتلت الراجل ده مع اني معرفوش حسيت اني استريحت، حسيت كده اني حسيت اني خدت بطاري. طار؟ لا مش فاهم. هذه عايز اقتل الناس كلها. بقالي أكتر من سنتين ما شفتكش الصبح كده، دايما تعدي عليا آخر الليل. قولي بقى جايلي بدري ليه؟ مفيش، قلت أخد رأيك في حاجة كده. أنا قلت كده برضو. حاجة بخصوص واحدة بنت. بجد؟ نويتي مختار تتجوز؟ طب وماله؟ خلاص قولي هي مين وأنا أروح لأمها النهاردة. أتجوز إيه بس؟ اسمعيني. طب قول. في واحدة أعرفها عملت حادثة وخبطت دماغها خبطة جامدة أوي. يا ساتر يا رب. الخبطة دي أثرت عليها وخلتها تفقد الذاكرة، بقيت مش فاكرة حاجة خالص عن حياتها. ده شغل أفلام. يوه بقى. كمل كمل. أنا بقى عن طريق الصدفة اكتشفت إن البنت دي عاملة مصايب كتيرة جدا. جرايم محكوم عليها وهربانة من السجن وحاجة سودة. اللي حصل ده قبل الحادثة ولا بعدها؟ قبلها طبعا. تمام. السؤال بقى انا اتعامل معاها ازاي؟ انا عرفت دلوقتي اتعامل معاها على اساس انها البني ادمه الجديده اللي عامله زي الطفل الصغير، ولا على اساس انها البنت اللي انا عارف انها هربانه من حكم ومجرمه؟ طبعا على انها مجرمه. وانا؟ قول لي بقى يا مختار، هي الحكايه دي بجد ولا تقليد؟ بجد. بيقول لك واحدة يعرفها. يبقى لازم يبلغ عنها. أولا يا سالم، أنت ما سمعتش الموضوع كله. ثانيا، البنت اللي أنا بتكلم عليها دي واحدة غلبانة أوي وطيبة جدا، وفعلا مش فاكرة أي حاجة من تاريخها. عايزني أحاسبها على حاجات هي مش فاكرة إنها عملتها أصلا؟ مش ده يبقى ظلم عم الشيخ؟ فاكرة بقى ولا مش فاكرة؟ ما هي نفس الشخص، نفس الروح الشريرة. يعني لو جت لها فرصة انها تأذي اي حد هتأذيه. والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كلامه ما عجبنيش. المهم انا اتصرف ازاي دلوقتي؟ لا انا ما اعرفهاش. انت اللي قابلتها وانت اللي اتعاملت معاها. أول مرة أحس إن مخي واقف مش عارف أفكر. خلاص سيبك من عقلك وحكم قلبك. قلبي معاها، بس أنا أقول له هو يعمل اللي يعمله. هتقول لي مين؟ أنا همشي. هشوفك إمتى؟ هكلمك. طيب. بكام يا وائل؟ 45. 45؟ كتير قوي 45.
انا كنت بجيب بخمسة جنيه. خد يا واد 45 وخمسة عشان متشكري. يلا زكا. ازاي؟ اهلا وحشتيني. هو انت لوحدك؟ خليك في حالك يعني. ايه هو انت نسيت اللي حصل بينا ولا ايه؟ اه نسيت. وبعدين اتلم وخليك محترم يا اخوي. انا ست متجوزه ولو ما اتلمتش بقيت مؤدب علي النعمة لخلي جوزي يضحك على مكبتكو. جوزك؟ ده جنان بقى. طب ده احنا كنا حتى يعني ما كناش. وتلمي يا اخويا بدل ما خلي ليلتك دي اسود ليلة في حياتك. ايه يا فتور؟ زعاي مع مين؟ ده الواد بتاع السوبر ماركو اصله منيل بستين نيلة. لو عارف جايب ايه ولا بينيل ايه. احنا هنروح لعلي امتى؟ علي مين؟ علي جوزك؟ لا علي لوز. انت حصل لك فقدان ذاكره؟ نبقى قولي انت اللي حصل لك فقدان ذاكره. انت مالك بتحور معايا كده ليه؟ يا ولي الله، مش قبل ما علي يخش السجن كنت قاعده معاه في الشقه والشقه خلاص راحت صح ولا لا؟ هتنطقي صح ولا لا؟ صح. وقبلها مش كان قاعد معايا في شقة أم الله يرحمها؟ يو صح. أنا مش فاهمة حاجة. علي تاه وسط مخاليق ربنا زي ما أنا وأنتي تهنا بس كده. إيه ده؟ خد يا ولية نقول لنا كوبايتين شاي ولا أي حاجة. خدامة أهلك أنا. شوفي ولية بس أنا متبر مني. يا وليه يعني لي كوباية شاي يا وليه.